Hello, everybody. Hello, dear students of the first secondary grade, and welcome to a new episode of our program. On this episode, we're going to carry on with our physics lessons for this semester. We're going to study chapter 2 of unit 2, Equations of Motion, with our teacher of physics, Mr. Mahmoud Amer. برحب بحضرتك مستر محمود. ويعني في البداية لو حضرتك يعني قلت لنا العناصر الرئيسية اللي هنتناولها في درس النهاردة. أعزائي الطلاب، النهاردة بإذن الله قلنا من أهم الحصص اللي هتقابلنا. ليه أعزائي الطلاب؟ احنا قلنا هدفنا الأساسي في التشابتر ده ان احنا نعمل Describing the Motion. كلمة Describing the Motion معناها ان انا هوصف حركة جسم، وبالتالي احنا لما قلنا هنوصف حركة جسم وصفناه أو قسمنا حالة الجسم لحالتين، لما طبعا الموفينج بودي، احنا هنا بنتكلم عن دايناميك بودي، الجسم المتحرك، هنقسمه لحالتين. أول حالة Moving with Uniform Speed أو Uniform Acceleration. تعالوا نشوف أعزائي الطلاب، لو جسم ماشي بسرعة ثابتة، هنقول أول حالة عندي لو جسم ماشي بسرعة ثابتة مفيش غير قانون واحد يوصف حركته، إن Velocity equal Displacement over Time. وطبعا احنا قلنا في حالة احنا بنتكلم على جسم ماشي في Straight Line، إذا Distance و Displacement شيء واحد والـ Speed Velocity شيء واحد. يبقى احنا لو الجسم ماشي بسرعة ثابتة ما عنديش غير قانون واحد يوصف حركته، هو الترينجل اللي قصادنا ده، ان الفلوستي ايكوال ديسبليسمنت اوفر تايم. طب لو الجسم ماشي بيونيفورم اكسلريشن which means نون يونيفورم فلوستي، عندي اكتر من قانون يوصف حالته. اول قانون اكسلريشن ايكوال في فاينل ماينس في انيشال اوفر تايم. تاني قانون لو انا عايز احسب التايم هقلب القانون او هقلبه اعمل ريسيبروكال، ان time equal v final minus v initial over acceleration. وهنا هيبقى في حاجة اسمها average velocity، ال v average equal v final plus v initial over 2 او total displacement over total time. وهنا ما ينفعش اعزائي الطلاب اخلط القوانين دي مع دي، يعني لو جسم ماشي بسرعة ثابتة ما نذكر قانون واحد ان ال velocity displacement على time، ما ينفعش اجيب قانون من هنا اشتغل بيه في مسألة في حالة تانية. طب حالة اليونيفورم اكسلريشن قلنا معانا ثلاث قوانين، اكسلريشن ايكوال في فاينل ماينس في انيشال اوفر تايم، تايم ايكوال في فاينل ماينس في انيشال اوفر اكسلريشن، اند افريج فيلوسيتي، لان هنا ما فيش سرعة ثابتة، في حاجة اسمها متوسط السرعة، ايكوال توتال ديسبليسمنت اوفر توتال تايم. من الثلاث قوانين دول اعزائي الطلاب احنا هنا بقى هدفنا النهارده نتكلم على الجسم اللي بيمشي بيونيفورم اكسلريشن، لان قوانينه كتيره. ما ينفعش اول حاجه استخدم قانون الفيلوسيتي ايكوال ديسبيسمنت على التايم في حال الجسم ماشي بيونيفورم اكسلريشن، ادي اول حاجه. تاني حاجه، من الثلاث قوانين دول قدرنا او حاولنا نستنتج قوانين تانيه نستخدمها في حل المسائل. الثلاث قوانين التانيه اسمهم ايكويشنز اوف موشن. اول حاجة هشرح لكم القوانين دي احنا استنتجناها منين، بس انت في عزيزي الطالب في النظام الجديد غير ملزم انك تحفظ اثبات القانون، انت ليك بس تعرف ان القانون ده بستخدمه في حالة اليونيفورم اكسلريشن، ادي واحد، اتنين ازاي احل بيه، لكن بس الاثبات شيء من المعرفة بس بنحاول نوصله لك، لكن انت مش ملزم باي شيء في حفظ عزيزي الطالب. تعالوا نشوف مع بعض الإيكويشنز أوف موشنز ونشوف أول إيكويشن، الفيرست إيكويشن. أول حاجة الفيرست إيكويشن اسمها Velocity Time Equation. ليه عزيزي الطالب؟ لأن بقدر أجيب الـ Velocity by knowing the time. يعني لو أنا قلت لك Find the velocity of an object after 2 seconds يبقى دي اسمها Velocity Time Equation. ده شكل الايكويشن، ان ال v final equal v initial plus at acceleration في التايم. طب جت منين؟ يبقى انت عليك بس تعرف ان الفيرست ايكويشن او القانون الاولاني اللي انا ممكن استخدمه بيقول لي ان ال v final equal v initial plus at. طب جه منين؟ قلنا ده مش حفظ عليك، ده انت بس بنقوله لك كشيء من المعرفه عشان تقدر تعرف القانون ده احنا استنتجناه منين. If I tell you that the acceleration equal v final minus v initial divided time. طب ما انا ممكن اودي التايم الناحية التانية بالمالتبلاينج، يبقى هاخد التايم اوديه جنب الاكسلريشن،
يبقى اذا acceleration times time equal v final minus v initial. طب انا ممكن ال v initial دي بالماينس اوديها الناحيه الثانيه بالبلس. اذا v final equal v initial plus a t، ونحددها ونقول ده القانون الاول وده استنتاجه، وانا مش ملزم باستنتاجه. انا ليه اعرف بس ان انا ممكن لو جسم مشي بسرعه ثابته متغيره احسب الفاينل فيلوسيتي بتاعته if I give you the time from this relation v final equal v initial plus acceleration time. يبقى دي اسمها first equation of motion او ال velocity time equation، لان عن طريقها بجيب ال v final if I have the time. يعني لو جيت في مسألة قلت لك find the velocity of the body after 4 seconds يبقى كده تستخدم equation of motion number 1 اللي هي velocity times time اللي هي v final equal v initial plus a t. السكند equation اسمها ايه بقى؟ displacement time equation. يبقى تاني معادلة، احنا قلنا اول معادلة اسمها velocity time equation، هنا بقى هنقول displacement time equation، وقانونها طبعا واضح قصادي ان displacement equal v initial dot time اللي هي times time plus half acceleration times time square. يبقى تاني لو انا جسم ماشي بسرعة مش ثابتة، سرعة متغيرة اللي هي uniform acceleration او non uniform velocity، هنقول ان displacement equal v initial dot t plus half a t square half acceleration time square. مش احنا اتفقنا ان ال v average equal the total displacement divided by the total time، او بتساوي من قانون الماثماتكس v final plus v initial over 2 اللي هي مجموع السرعات اللي عندي مقسومة على 2. then اقدر اقول ان displacement over time equal v final plus v initial over 2. طب انا ممكن التايم اوديه هناك بما اني عايز اجيب displacement، يبقى انا عشان عايز اجيب الديسبليسمنت عزيزي الطالب احنا هدفنا هنا نجيب الديسبليسمنت، اذا ما نخليش حاجه جنبها، اخد التايم اوديه الناحيه الثانيه. هوديه الناحيه الثانيه ازاي عزيزي الطالب؟ هبعته بالمالتيبليكيشن، يبقى التايم هيروح بالمالتيبليكيشن. اذا الديستانس هتساوي ايه؟ v final plus v initial over 2 times the time. حلو جدا. طب ما احنا اتفقنا من الايكويشن اللي فاتت ان v final ممكن اشيلها واحط ايه؟ v initial plus a t، مش دي احنا طلعناها من first equation of motion. يبقى انا ممكن اشيل v final واحط ايه اعزائي الطلاب؟ احط v i plus a t. تمام، نرجع خطوه لورا كده. يبقى احنا قلنا ايه؟ distance equal v initial plus a t. طب جبنا منين الكلام ده؟ ما هي دي ال v final equation number 1، يعني انا شلت v final وحطيت القيمه دي كلها اللي هي v initial plus a t. نبتدي نجمع v initial plus v initial، يبقى 2 v initial plus a t over 2 times time. ال 2 مقسومه على الاثنين دول، فهوصل بقى في الاخر ان v initial 2 v initial divide 2 يديني v initial، اضربها في التايم يبقى معلش هنقسمها 2v initial divide 2 هيديني v initial، at divided 2 يديني half at، وبعد كده هضرب كل دول في التايم هيبقى displacement equal v initial t plus half at square. ودي سميناها displacement time equation. طب ليه سميتها displacement time equation؟ لاني عن طريقها اقدر احسب displacement of an object if I know the time، اقدر احسب المسافة اللي قطعها الجسم لو انا معايا التايم عشان يقطع الايكويجن دي. يبقى هنلاحظ ان تسميه الايكويجن ليها علاقه باستخدامها، يعني الاولانيه اسمها velocity time equation، يبقى بستخدمها عشان اجيب الفي فاينل لو انا معايا التايم، او اجيب التايم لو انا معايا الفي فاينل. تاني ايكويجن اسمها displacement time equation، لان عن طريقها اقدر اجيب الديسبيسمنت لو اديتك تايم، يعني لو قلت لك find the displacement covered by an object after 10 seconds ساعتها استخدم الـ displacement time equation، والعكس صحيح اقدر اجيب التايم لو معايا الـ displacement. تعالوا نشوف third equation. الثيرد equation مكتوبة قصادي v final square equal v initial square plus 2 a d. طب يا ترى اسمها ايه؟
A velocity displacement equation. وده سؤال مهم جدا، ليه اعزائي الطلاب سميت الايكويجن دي velocity displacement equation؟ ليه سميتها velocity displacement؟ احنا استنتجنا، قلنا اسمها velocity displacement equation لان عن طريق اقدر احسب ال v final if I have the displacement. يبقى equation 1 اسمها velocity time عشان عن طريقها ممكن احسب الفاينل فيلوستي لو معايا التايم. طب ايكويجن 3 سميتها فيلوستي ديسبليسمنت ليه عزيزي الطالب؟ لان اقدر احسب الفيلوستي لو معايا الديسبليسمنت. تعالوا نشوف استنتاجها جه منين. يلا نبص مع بعض كده على السلايد. هنقول الفي افريج ايكوال ديسبليسمنت اوفر تايم او في فاينل بلس في انيشال اوفر 2. واحد يقول لي يا مستر طب ما احنا ده قلناه في ايكويجن 2، هقول لك تمام، بس في الايكويجن دي انا مش هدف اجيب الديسبليسمنت، انا هدف اجيب ال v final. فهبتدي اعدل في الايكويجن، اقول اذا d over t equal v final plus v initial over 2. ده نفس البدايه اللي ابتدينا بيها في الايكويجن اللي فاتت. اقول لك مفيش مشكله، المره دي هبعت ال t تاني الناحيه التانيه اهي، يعني d equal v final plus v initial over 2. المره اللي فاتت شلت ال v final وحطيت v initial plus a t، المره دي هشيل التايم واحط ايه بقى؟ احنا اتفقنا ان التايم بيساوي ايه؟ بيساوي في فاينل، معلش هنا ماينس في انيشال ديفايد ايه، هنا الساين معلش ماينس مش بلس، الساين هنا اعزائي الطلاب ماينس في فاينل ماينس في انيشال ديفايد ايه. نبتدي نضرب في فاينل تايمز في فاينل في انيشال تايمز نيجاتيف في انيشال 2 تايمز ايه. اذا هلاقي الديسبليسمنت ايكوال في فاينل سكوير، اللي هي بضرب التو براكتس في بعض، في فاينل تايمز في فاينل ايكوال في فاينل سكوير، في انيشال تايمز نيجاتيف في انيشال نيجاتيف في انيشال سكوير، 2 تايمز اي ايكوال 2 اي. هنودي 2 اي الناحيه الثانيه بالمالتيبلاينج، يبقى 2 اي دي 2 اي دي ايكوال في فاينل سكوير ماينس في انيشال سكوير. نرتب الايكويجن، يبقى v final square equal v initial square plus 2ad، ودي equation 3، ودي زي ما قلنا دي equation تعتبر ايه 3، وده اثباتها اعزائي الطلاب. تعالوا نشوف بقى جزء جديد. يبقى احنا اتكلمنا ان الجسم ليه احتمالين، لا اما ماشي بسرعه ثابته، وقلنا ده احسن حاله ممكن ندرسها، ملهاش غير قانون واحد، ان الفيلوستي ايكوال ديسبليسمنت على التايم، وان الاكسلريشن بزيرو. يبقى لو الجسم لقيته في المساله ماشي بسرعه ثابته، هقول له ما فيش غير قانون واحد احل لك بيه، ان الفيلوستي ايكوال ديسبليسمنت على التايم، ولازم اعرف ان الاكسلريشن بزيرو. طب لو الجسم ماشي بنون يونيفورم فيلوستي، يعني بيونيفورم اكسلريشن، لا هنا وصلنا لست قوانين. اول قانون اعزائي الطلاب تعالوا نبص عليه كده مع بعض. اول قانون اعزائي الطلاب ان الاكسلريشن ايكوال في فاينل ماينس في انيشال اوفر تي، التايم ايكوال في فاينل ماينس في انيشال اوفر اكسلريشن، الفي افريج ايكوال في فاينل بلس في انيشال اوفر 2 او التوتال ديسبليسمنت اوفر توتال تايم. وقوانين الايكويجن اللي احنا اثبتناها، في فاينل ايكوال في انيشال بلس اي تي، ديسبليسمنت ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي سكوير، والV final square equal V initial square plus 2AD. يبقى نركز على البورد كده ونلاحظ ان الجسم اللي بيمشي بسرعة مش ثابتة، اللي هي uniform acceleration، قلنا acceleration يعني تغير السرعة، يبقى كلمة acceleration معناها ان السرعة non uniform velocity. ليه ست قوانين بحله بيه؟ اول قانون على الشمال بيقول لي acceleration equal V final minus V initial over T، تاني قانون T equal V final minus V initial over A، تالت قانون بحسب بيه ال V average equal V final plus V initial over 2 أو total displacement divide by the total time. وعندي ثلاث قوانين تانيين، V final equal V initial plus AT، دي ال equation of motion طبعا number 1، وعندي ان ال displacement equal VIT plus half AT square، وال V final square equal V initial square بلس 2AD. يبقى انا الجسم طالما ماشي بسرعه متغيره، في ست قوانين ممكن استخدمهم عشان اوصف حالته. الايكويشن اللي على اليمين اللي هو باللون الاخضر دول اللي هي ايكويشنز اوف موشن اللي احنا لسه اثبتناها. اول واحده قلنا اسمها فيلوستي تايم ايكويشن عشان بنقدر نحسب الفيلوستي،
لو انا معايا تايم، تاني واحدة اسمها displacement time عشان بحسب displacement لو انا given time، اخر واحدة velocity displacement equation عشان بقدر احسب velocity لو معايا ال displacement. اعزائي الطلاب، شوية givens لازم اعرفها. لو قال لي في مسألة body moves from rest means its initial velocity equal zero، معناها ان v1 او vi equal zero. يبقى طالما قال لي جسم بيتحرك من الريست او اي كلمه توحي ان الجسم ده لسه هيبتدي حركته، like body starting its motion، body moves from rest، a static body، اي حاجه من دول تعني ان ال v1 او ال v initial او ال v note مهما يكن تسميتها معناها بزيرو. عكس ما يقول لي body will stop، جسم هيتوقف، او body occur using the brake، ساعتها اقول ان الفي فاينل هي اللي بتساوي زيرو. يبقى دي جيفنز لازم تبقى انت عارفها، ان الفي انيشال بزيرو لو البادي موفز فروم ريست، والفي فاينل بزيرو لو قال لي بادي ويل ستوب. تعالوا ناخد امثله اعزائي الطلاب. When a body moves from rest its velocity increases by a rate of 2 meter per second square. Then find its velocity after 10 seconds and the displacement covered after 10 seconds. هنقول ممتاز جدا. نقرأ المسألة تاني. If I have a body moves from rest. Body starting its motion from rest. Its velocity increases by a rate of 2 meter per second square. أول حاجة عايزها الـ velocity after 10 seconds. أنا عن نفسي ممكن أتخيل إيه هي الـ equation اللي ممكن أستخدمها. بيقول لي عايز الفلوستي افتر 10 سكندز، يعني هو عايز الفلوستي ومديني تايم، يبقى تلقائيا عقلي هيجيبني الايكويشن نمبر 1 اللي هي فلوستي تايم ايكويشن. تاني ايكويشن بيقول لي عايز برضه ديسبيسمنت افتر 10 سكند، يعني عايز الديسبيسمنت ومديني تايم، يبقى تلقائيا هستخدم ديسبيسمنت تايم ايكويشن اللي هي ايكويشن نمبر 2. يبقى انا من غير ما افكر انا من المساله ذات نفسها اقدر احدد هو عايز ايه ومديني ايه، فاعرف نوع الايكويشن اللي انا هستخدمه. خطوه اولى في حل المساله لازم اكتب الجيفنز واخد بالي من كل كلمه في الجيفنز. تعالوا نشوف هنكتب الجيفنز ازاي. يلا كده نشوف، جاهزين؟ اول حاجه عزيز الطالب بيقول لي ان الفي انيشال بزيرو، ازاي يا مستر؟ ما هو قايل لي اهي، احنا اتفقنا لو انا قلت لك ايه بادي موفز فروم ريست يبقى الفي انيشال بزيرو. يبقى طالما الجسم moves from rest يبقى الفي انيشال بزيرو. يبقى انا جبت منين ان الفي انيشال بزيرو؟ ما هو موضح لي يا مستر، هو بيقول لي body moving from rest its velocity increases by a rate of 2 meter per second square. يبقى ده الاكسلريشن، ده rate of increasing its speed اللي هي 2 meter per second square. ده كده الجيفنز اللي مدالي. عايز الفيلوستي after 10 second، يبقى اكيد هستخدم الفيرست ايكويشن. عرفت منين يا مستر؟ ما هو اهو عايز فيلوستي ومديني تايم، يبقى بيقول لي هات في فاينل. هقول له اذا في فاينل ايكوال في انيشال بلس اي تي، في انيشال بزيرو اكسلريشن ب 2 تايم 10 سكند، يعني اقول 0 بلس 2 تايمز 2 10 ايكوال 20 متر بير سكند. يبقى انا كده حليتها وعرفت اطبق الايكويشن اوف موشن. تاني واحدة بيقول لي هات لي يا مستر الديسبيسمنت during 10 seconds، يبقى كده هستخدم equation 2 displacement time equation. يبقى انا هستخدم equation 2 لانه عايز الديسبيسمنت ومديني التايم. هقول displacement equal vit plus half at square، يعني هقول 0 times 10 plus افتح bracket half times acceleration 2 times time 10 square، واجيب الديسبيسمنت مهما يكون قيمتها ايه. طب تعالى نشوف بوينت 2 ونشوف نحلها مع بعض كده. المساله رقم 2 بيقول لي when a car moves by a velocity of 80 كيلومتر بير اور، عربيه بتتحرك بسرعه 80 كيلومتر بير اور في الساعه. Then the driver use the brake. Then the driver use the brake. وهنا نحط خط، نحط ايه؟ خط the driver use the brake. يعني ايه the driver use the brake؟ يعني استخدم الفرامل، يعني decreasing speed to decelerate
by a rate of 4 meter per second square. يبقى نقولها تاني. When a car moves by a velocity of 80 kilometer per hour, then the driver uses the brake, السواق ده استخدم الفرامل, to decelerate by 4 meter per second square. الديكسيليريشن بتاعه 4 meter per second square. Find time taken to stop and the displacement covered by its when its velocity reaches 11.1 meter per second. طب لو بصينا للنقطة 2 اللي هو عايزها, هقول أعزائي الطلاب يا ترى أني إيكويجن هستخدمها في بوينت 2؟ أنا عايز الديسبليسمنت ومديني فيلوستي, يبقى أكيد فيلوستي ديسبليسمنت إيكويجن اللي هي إيكويجن نمبر 3. يبقى أنا ممكن قبل ما أحل المسألة أقدر أستنتج الراجل ده عايز مني إيه بشكل بسيط خالص. طب تعال نكتب جيفنز. إيه أول جيفن معايا؟ V1 of the initial velocity equal 80 kilometer per hour. ادي اول تركاية عندي, ان هو مديني الفلوستي بالكيلومتر بر اور والاكسلريشن بالمتر بر سكند سكوير. ودي تركاية مهمة جدا. انت بتقول لي يا مستر الفلوستي ب 80 كيلومتر بر اور ومديني اكسلريشن بمتر بر سكند سكوير, ازاي اشتغل كيلومتر بر اور مع متر بر سكند سكوير؟ يبقى لا, لازم الفي انيشال تتحول من كيلومتر بر اور لمتر بر سكند, يعني اعملها ديفايد 3.6 فتبقى 80 ديفايد 3.6 اللي هي تطلع 22.2. تاني حاجه مديها لي, بص التركيه الثانيه, الاكسلريشن الديكسلريشن ايكوال 4 متر بر سكند سكوير. اقول له لا, انا لازم احطها بالنيجاتيف. اذا the acceleration equal negative 4 meter per second square. اذا بس هو ما قاليش ان هي بالنيجاتيف, هقول لك في حاجات مش لازم اقولها لك, انت لازم تكون عارفها, ان انا طالما الجسم ماشي decelerating يبقى نوع الاكسلريشن هنا decreasing acceleration ولازم يبقى بالنيجاتيف. حتى لو هو حطها لي بالبوزيتيف انا هلتزم بالنيجاتيف واقول ان acceleration equal negative 4 meter per second square. دول الجيفنز اللي معايا. بيقول لي يا مستر عايز التايم تو ستوب. كلمة تو ستوب means V final equal 0. يبقى كلمة تو ستوب معناها ان ال V final equal 0. هقول مش مشكلة. اذا تايم equal V final minus V initial over acceleration. معلش هنا مش over T. يبقى هنقول ايه اعزائي الطلاب؟ التايم ايكوال الاكسلريشن ايكوال في فاينل ماينس في انيشال اوفر اكسلريشن, يعني دي بترمز للاكسلريشن. معلش طب يلا نحلها كده اعزائي الطلاب. هنقول اذا 0 اللي هي في فاينل ماينس 20.2 اللي هي في انيشال اوفر اكسلريشن which is negative 4, هلاقي التايم ايكوال 5.5 seconds. يبقى time equal v final minus v initial over acceleration يعني 0 minus 22.2 divide negative 4 which is 5.5 seconds. عايز بقى displacement covered when its velocity reaches 11.1 meter per second. عايزك تحسب لي displacement لو سرعة الجسم وصلت 11.1 متر بير سكند. يبقى انا عايز displacement ومديك velocity, ساعتها هلجأ للثيرد equation of motion اللي هي velocity displacement equation. يعني اقول v final square equal v initial square plus 2ad. v final اللي هي 11.1 square, v initial اللي هي 22.2 square plus 2 times negative 4 times d. بقى عندي equation اعزائي الطلاب, الايكويجن دي فيها unknown واحد اللي هو displacement. اقدر احسب الانون اللي موجود عندي بشكل سهل وبشكل سلس مفيش اي مشاكل. تعال نشوف بقى displacement هنا هتساوي 46.2 متر. تعال نشوف بقى مسألة تانية بفكرة تانية. بيقول لي body moves according to a relation displacement equals 16t plus 4t square.
المسألة دي من أهم المسائل اللي ممكن تقابلنا أعزائي الطلاب. ليه من أهم المسائل اللي ممكن تقابلنا؟ لأن المسألة دي الجيفنز ما بيجيليش واضح، بيجيلي لافف شوية. تعالوا نشوفها ونحاول نحلها مع بعض. بيقول لي a body moves according to this relation d equals 16t plus 4t square. طب حلو جدا. دايما لما يقول لي body moves according to relation اعرف ان الريليشن دي بتكون شبه واحدة من الـ equations of motions اللي احنا عايزينها. d equals 16t plus 4t square، يا ترى دي اقرب لاني equation عندنا؟ هنقول اكيد دي اقرب للسكند ايكويجن اللي بتقول لي ان دي ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي سكوير. اول خطوه للحل ان انا اكتب الايكويجن اللي هو مديها لي والايكويجن اللي انا عارفها اللي هي الايكويجن اوف موشن. ده اقرب خطوه للحل. تمام، انا كتبت الايكويجن اللي هو مديها لي ان دي ايكوال 16 تي بلس 4 تي سكوير. اقدر افهم من كده ايه اعزائي الطلاب؟ اقدر افهم ان ال V initial هنا عزيزي الطالب هي ال 16، واقدر افهم ان half ال A هي ال 4. شفتوا ازاي انا بستنتج الجيفن لوحدي؟ يبقى هو ما ادينيش جيفنز، انا اللي استنتجتهم لوحدي. ان displacement equal 16t plus 4t square هي تاني معادلة اللي هي d equal vit plus half et square. من هنا استنتج اول حاجه ان الفي انيشال، بما ان الفي اي تي بتساوي 16 تي، اذا الفي انيشال بتساوي 16. ادي اول جزء من الايكويشن. من تاني جزء من الايكويشن هنقول هاف اي تي سكوير ايكوال 4 تي سكوير. تي سكوير هتروح مع تي سكوير، اذا هاف اي ايكوال 4، يبقى الاكسلريشن ايكوال 8. يبقى دي اول حاجتين هو عايزها. اول حاجه بيقول لي هات الفي انيشال، هقول له الفي انيشال ايكوال 16 متر بير سكند. طب والاكسلريشن ايكوال 8 متر بير سكند سكوير. يبقى انا كده استنتجت الجيفن بنفسي من نوعيه المسائل دي. تاني حاجه بيقول لي فايند ذا فيلوسيتي اوف ذا بودي افتر 1 مينت. طب يا ترى هستخدم اني ايكويشن؟ انا عايز الفيلوسيتي ومديك تايم، يبقى هستخدم ال first equation اللي هي velocity time equation. هقول v final equal v initial plus at plus at، يعني v final equal 16 plus، اعمل open root 8 times 60. طب جت منين ال 16؟ هو قال لي 1 minute اللي هي 60 second، وكده نبقى احنا حليناها وتطلع 496 متر بير سكند. بشكرك في ختام الحلقه مستر محمود عامر خبير ماده الفيزياء بوزاره التربيه والتعليم، شكرا جزيلا لك. So that brings us to the end of this episode, dear students of the first secondary grade. We've had chapter 2 of unit 2 equations of motion. ان شاء الله هنقابلكم في الحلقه الجايه ودروس اخرى من ماده الفيزياء. So until we meet you again, wish you all the best. Goodbye.